حين نقوم بهندسة العروض نأخذ مجموعة من المقاييس من بينها القدرة الشرائية لزبائننا ولمواطنين. العروض التي تقدم في سما فيها ثلاثة أقسام مختلفة تستجيب لمختلف الفئات، فيها عروض فيها غير محدودة من ناحية المكالمات خاصة نحو شبكة موبيليز، هنالك عروض فيها كمية كافية من الانترنت التي تستجيب لمستهلكي الانترنت، هنالك مختلف الاحتياجات التي تم الإجابة والاستجابة لها من خلال عروض سما.